القراءة مشكلة تعاني منها المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط. وجهة نظر التقت السيد ماهر بدر صاحب ومدير مكتبة ودار توزيع بالميرا في مدينة اللاذقية في سوريا. ركز ماهر في وجهة نظره على أنه في المدرسة ليس فقط أن التشجيع على القراءة قليل، بل يوجد مكتبات بدون كتب وأمناء مكتبات غير مهتمين. وفي الجامعة أكثر الجامعات تعتمد في التدريس على الكتاب المقرر، أما وسائل الإعلام صحف، مجلات، إذاعة، تلفزيون عندهم زاوية خاصة عن الأبراج وكتب الطبخ، ويمرون مرور الكرام على الكتب المهمة. القراءة عادة مكتسبة، وللأسف هذه العادة في مجتمعاتنا غير موجودة، وأن وجدت فهي خجولة أو قليلة كثير، والتأثير بيكون عليها من البيت للمدرسة إلى الجامعة كله، يعني ما في شيء بيشجع على القراءة. هو يبدأ مع الطفل، يعني بدنا ناخذ الطفل من بدايته، أول شيء أسس له لكتب أطفال جميلة كانت تأليف وترجمة وتكون طباعة كمان جيدة، بسعر تقتني للكتاب. هذا الشيء بده كمان نشجع الطفل على استعمال الكمبيوتر والبحث عبر النت والعلاج، هذا كله مربوط ببعضه. تبدأ العادة يعني من البيت للأساس. ساعات بيكون الأهل يقرأون بيطلعوا الأولاد عم يقرأوا، ساعات الأهل ما بيقرأوا في الأولاد أكيد بدهم يطلعوا مثل أهلهم. بعدين بالمدرسة كمان بتأثر لها تأثير كتير كبير، والجامعة للأسف بالمدرسة والجامعة يعني عم نشوف إنه القراءة ما كتير مهتمين فيها. هذا الشيء يعني اللي عم يأثر على الشغل وعلى قلة الشغل. وأضاف ماهر أن الحل في المدرسة يكمن في إعادة تفعيل دور المكتبة المدرسية والعمل على ترويج عادة إهداء الكتاب للتلاميذ المتفوقين في أي مناسبة كانت. في الجامعة إلغاء الكتاب المقرر والاستعاضة عنه بالكتاب المرجع، هكذا يكون الطالب مجبر على البحث والقراءة في أكثر من كتاب. بهذه الطريقة يكسب معلومات كثيرة غير المعلومة التي يبحث عنها، وبذلك يعتاد على القراءة. كما ركز على أن وسائل الإعلام لها دور كبير في الترويج للكتاب بشرط المصداقية في العرض.